بعرف يعني شو ما حكيتوا وشو ما عملتوا فيني معكن حق. أنا طول عمري بجيب الدب لكرمي وبقعد بندب لكن، بس هالمرة زودتها كتير، ومو بس لحالي، ورطتكن ولا أمي. قال شو هي فخورة فيني لما تعرف الحقيقة، قديش رح يخيب ظنها وقديش رح تتضايق وتنقهر. لا ولسه فتون وخالي نايفين كمان، خربت الدنيا. حبيبتي صدقيني الذنب مو ذنبك لوحدك. إيه حتى مو ذنبك من الأساس، يعني أنت انجرفتي وراء اتفاق وفقدتي السيطرة، بشكل أصح سلمتي حالك. ولمين لشقفة ذكر أناني ما بيهمه غير مصالحه الشخصية. لميس غصون اسمعوني، أنا ما كنت بعرفه منيح لمراد، وحتى هو ما كان بيخطر بباله أنه يرتبط فيني أبداً، بس آخر 24 ساعة صار شي مانو متوقع. بس خطر بباله أنه يجيبك لعند أمه بطريقة كاذبة. أسيل لازم تحطوا حد لهي الكذبة، بقى هيك ما بيمشي الحال. وطبعاً إذا هالكذبة ما قلبت لجد. لا مو معقولة أسيل؟ لا ليكي اصحك تقولي لي انك حبيتي لمراد، ما حبيتي مو هيك؟ انا زلمه قبل كل شيء وما فيني شغل مخي بالسهل هيك، لهيك انا شو عملت؟ قدرت ببساطه اني اتحكم بحالي. ليش؟ لحتى ما توعي بحبي. والله عن جد اسمع لقلا، بتريح لي جمجمتك المليانه وساخه، اصلا واحد مثلك ما بسلم حالي له وبعمله حبيبي، وهذا خيالك الخصب خليه لقلك، لانه انا ماني هون بالمره، فهمان؟ بلا حكي فاضي، انا شو قلت؟ انا وافقت على عرضه لاخذ التكتيكات اللي بقدر اوصل فيها لعمار، فهمتوا علي؟ بس بيناتنا ما في شيء، مستحيل هيك نسونجي يعجبني. حبيبتي ما بدنا اياك تزعلي منا لانه عم نتدخل بحياتك. بعرف والله، بس ارتاحي انت وياها ولا تاكلوا همي. طيب اذا مثل ما عم تقولي، نحن رايحين على الاوتيل منحضر حالنا للحنه ومنرجع بسرعه. ايه. طيب جهزوا حالكم للعرس. طيب منشوفك بعدين. يلا البسي انت كمان. لا يضل بالكم معي. باي. طالعة حلوة كتير، وانت كمان شيك كتير. شكرا. انا مديون لك بتشكر على اللي ساويتيه لفتون، وكمان لانه استمريتي بالاتفاق. لما قلنا انفصلنا زعلوا كتير وتضايقوا، فما حبيت زعلهم اكتر من هيك. عن جد شكرا لك اسيل، بتمنى تتحملي ال 48 ساعة كمان. رح جرب ومنشوف، بس ما بدي اياك تراهن علي. قديش لابقين لبعضهم شايفة؟ شايفة عقبالي اللي ببالي إن شاء الله. شو هالحلاوة يا بنت، بتاخدي العقل. شو حلو. أهلا وسهلا. إيه حسب ما بعرف إنه الزلم بالحنة ما له مكان، يعني مو مدعوين مزبوط؟ والله معلوماتك مزبوطة. معناها نحن الشباب رح نطير هلا على الشط ونتسلى هنيك. رح نخبر عمي أسامة لحتى يجدد شبابه معنا شوي، تمام؟ قل له بيستفاد. حبيبي بس لا تطولوا كتير بالسهرة، تعال مع الشباب، يعني بتاخدوا العريس وبتحضروا كتب الكتاب والحنة. شو هالعادات والتقاليد هدول؟ برأيي هالعادات والتقاليد لازم يكونوا انقرضوا. معلش آسف غصون، يعني نحنا كمان أكيد رح نعيش هالشي يوم، لهيك لازم نتعلم. No way. انت شو عم بتقول؟ بعيد الشر، الله لا يجيب هيك يوم. قصدي يعني ما يجيب هيك يوم، عم بحكي على الشغلات اللي مثل الحنة. هلأ أنا بالنسبة لي العرس تفصيل سخيف بالعموم،
مثلا في مين عم يفوت بعرسه على عرش ملك؟ خير يا حبيبي، شو حضرتك ابن اخته للسلطان وما لي خبر؟ مثال تاني، في مين عم يجوا على صينية؟ تخيلوا شو هالسخافة هي. شو انت، لحم بعجين ولا كباب؟ لذلك انا برأيي احسن كاتب كتاب هو اللي بين الاهل. لك انت شو عملت هلا كرمال الله؟ بكرت كتير، كنا حكينا بهالمواضيع بين بعض على الشط، شو هذا هلا؟ يلا امشي 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 احسن ما يصير مشكلة كبيرة. يلا امشوا شباب، شرفوا شرفوا. انت باي، مع السلامة. يلا احنا كمان نطلع لعندي. يلا لاحقينكم. لا تقولي بنتي، تعالي تعالي. شو صار؟ رأيي ما له أهمية طبعا، الكتب كتاب بين الأهل. ايه بس كمان كتب الكتاب بين الأهل أحسن شيء. طبعا انت رأيك مهم. طبعا شكرا، رأيي ما له أهمية، بس إذا عم يفكر يتزوجني رأيي رح يكون الأهم. والله لو أي صاير كتير عم يعصبني. ليكي بتخليني نام عندك هاي الليلة؟ انهزبتني منه. معقول لهالدرجة؟ وأكتر. طبعا فيك يا حبيبتي. تعرفوا بلاها أحسن، رح يفكر إني معصبة عليه ويعصب هو أكتر. هو من غير شي شايف حاله علي وعلاقتنا واقفة عنك شي. يعني ممكن هالشي حسب مراقبتي لهيك أمور ممكن تقلب ضد عن صنف الرجال، مزبوط؟ ايه مزبوط لميس، لأنه واحدة من التكتيكات اللي عطاني إياهن مراد لا تضغطي على الرجال وتطلبي منه الزواج، لأنه هالشي بيطفشه منك. ها ايه برأيي منطقي كتير هالحكي. تمام، معناها بلا ما أعملها هون. ايه بس لما أرجع عاسطنبول رح طالع من عيونه. غصون برأيي لا تتوعدي له، لأنه أنت عم تضغطي على لؤي شوي. بالنهاية الزلمة ترك بنته وإجا معك لهون، صح؟ فعلا مزبوط. بس ليكي أسيل، بتعرفي شو؟ برأيي إنه جايته لهون هي حجة لحتى ما يحكي مع بنته، ما في سبب تاني أبدا. والله برأيي كمان هي واردة، يعني بتوقع كل شي من صنف الرجال بيعملوها. برأيي مو حجج، لو سمحتي لا تضغطي على لؤي. أجلي هالقصة لبعدين. تمام خلص يا صبايا، امشوا يلا. صبايا صدقوني أنا طاير عقلي بنيفين خانم، هي مو معقولة. قديش ست أكابرية وطيوبة ومحترمة كمان، ما هيك عصور؟ بنتي شو رأيك أنت عم حاكيكي معنا تردي؟ ايه ما شاء الله ست بتاخد العقل. أسيل يا روحي أنت، عفارم عليك يا بنتي الحلوة، عفارم عليك. وأخيرا عقلتي وحطيتي عقلك براسك ونقيتي الشاب بجنة وعيلته كمان عيلة بتطير العقل. اسمعوا صبايا شو بتقول، يمكن عن قريب نعمل حفلة حنة لبنتي أسيل ونفرح فيها.
إن شاء الله أمي، بس يعني علاقتنا أنا ومراد ما أنا جدية كتير، بكير على هالحكي. إيه خالتي لسه بكير كتير على هذا الحكي، يعني هن لساتهم بأول علاقتهم وعم يأسسوا حالهم. يا ربي دخيلك، طيب أنا يعني شو حكيت شي غلط؟ لك أسيل، مراد مو جابك لهون وعرفك على عيلته ونحن شو عم نعمل هون؟ آه، وبرأيك نيفين كانت عزمتنا نجي؟ أكيد أنا ما عم بالغ. بعد إذنكم بدي أرقص معك أنتي. آه طبعاً طبعاً هديه. طلعت طلعت، سمعتي شو قالت؟ اجت قالت كنتي وبهلق صوتها، وانتي عم تقولي لساتني عم بالغ؟ شو هاد يا؟ شو حلو؟ الله يقدم اللي في الخير. تعي لعندي رقصي حلو، يلا رقصي. لا نحن يلا شكرا يلا شكرا خالي شكرا. طلعوا فيني، انتوا الجوز عم تبكوا على هالتفاهة؟ والله تأثرت بدموعها. أنا كمان تأثرت شوي. إيه بلا حكي فاضي. شو بلا إحساس؟ جسمي. بسم الله. ألف مبروك يا روحي. أي وينو العريس؟ يلا نادولو يلا وينو؟ بتعرفوا أنا بفهم بهذا الشغل،
ما شاء الله كل شيء نظيف ولذيذ وتازة صح وكتير طيب. عمي أسامة هالأراني نظيفة كتير، بس أنا ما دقت لقمة طيبة مثل اللي بتعملها أنت، ما في مقارنة. العفو خجلني والله. أنت بتعرف بهالقصص؟ حضرتك شلون بلشت بهالمهنة عمو؟ والله يا ابني أنا قضيت عمري كله بالبواخر، 30 سنة وأكثر مو كلمة بتم يعني، ما تركت مكان إلا رحت زرته وشفته. تعرفوا؟ معية شغلي تعرفت على نير مين، هي كمان كانت بإجازة بأوروبا وأنا كبير طباخين الباخرة، وأنا أول ما شفتها أول ما شفتها كل شي انتهى، حبيتها فوق ما تتخيلوا وتركت شغلي بالباخرة ومسكت إيديها الحلوين وبلشنا حياتنا أنا وهي من أول وجديد، ولحد اليوم منضل ماسكين إيدين بعض ومنحب بعض كمان. إيه مزبوط اللي عم بيحكي، من يوم لليوم إيد بإيد وعين بعين وكتف بكتف. يا جماعة أنا بقلكن إن الحب شي حلو كتير صح؟ حبيبي ما شاء الله حلو كتير. أنا والمرحوم كمان كنا مبسوطين مع بعض، الله يرحم روحه. الله يرحمه ويحسن إيدي. سلمي نيفين خانم، ما سألتك قديش إله متوفي زوجك؟ مراد أبوك خمسة. الله يرحمه. طيب وما فكرت يعني إنه تتزوجي مرة تانية؟ لا بنوب مو معقول، ما فكرت أبداً، بس كان بدي ولادي يعيشوا حب وحالات حلوة كتير، هادي اللي طلبته من ربي. إن شاء الله. آمين آمين. إيه شو هالآمين الحلوة اللي طلعت من تمك عثمان؟ في وحدة بحياتك ليكون؟ لا لا ما في هيك شيء. عثمان قال آمين بطريقة طلعت من القلب، فقلت لحالي أكيد في وحدة بحياته. لا خالي ما في. ليش ابني وين الغلط؟ أنت شاب بتطير العقل وموهوب وناجح كمان، يعني شاب مثلك كيف يضله عازب؟ معقول الحكي يا جماعة؟ كله نصيب. نيفين بنت هاجر ما غيرها، امسيان طويلة ما بتمشي معه، كنا مفكرين فيها لمراد بس. فاتن حبيبتي نحنا بوقتها ما كنا منعرف أسيل ما هيك؟ اهدي ما فيك تخربيها بيناتنا. ما بتصير ألماس حفيدة ناريمان؟ رح يجوا على العرس كمان شو؟ تمام هديك بيمشي حالها. عفوا خالي نيفين أنا ما بدي أتجوز على الطريقة القديمة. ليش يا روحي؟ كله اسمه ونصيب، انت شوفها وتعرف عليها ابني مو غلط. مزبوط بس انا مو حابب هالطريقه. انت شوفها شوفها حلوه وطويله البنت كثير حلوه. ليكي شو حفيده بتول كمان بتمشي معه. بتمشي بتمشي يا ابني روح يا روب. اسمع مني لك شو انا جايبه معي على الفاضي على الفاضي جايبه، لكن القصه طلعت براسي. لولا وجودي كنت منتهي. صح كانوا خطبوني هلا كمان، خلص سكري على الموضوع. بنت هاجر او بنته لخالك. بيبي ليكي بتدوقي هاي معمولة بحرفية. لا شكرا. انتي معصبة مني تقريبا؟ لا ابدا، شو يلي خطر لك؟ مشاعرك باردة تجاهي وبعدين بكرتي مبارح بالنوم من التعب غالبا، نمت عادي. اذا هيك معلش بس ما يكون من العصبية. انتو كمان كتير لابقين لبعضكم. شكرا لك. بس شكلكم مو متزوجين لانه الخواتم بغير اصابع. ايه انا بحس براحة لما الخاتم بلبسه بهالطريقة، بس التقاليد ما بتعني لي. بس بلكي غصون بتحب. غصون ما بتوقف عند هيك اشياء تافهة، عقليتها متحضرة كتير. انتو هالرجال رجال اليوم ما في بعدكم بالحجج، قال ما في لزوم، قال ما له مرتاح، كل هاي حجج حجج مو معقول بلا محبس. ليش لحتى تكون حجة؟ لا أبدا نهائيا، أنا ما بحب ألبس المحبس، وإذا بدي ألبس خاتم بحطه بالسبابة. وأنا كمان بشاركك الرأي، أنا يعني بستعمل كتير هالأصبع، مثلا أنا بفتح فيه علب الصودا، بفتح فيه أناني الليمون وبرجع بفتح الصودا، مقضيها هيك يعني بالشغل. أنا لأنه بشتغل بارمان وهي طبيعة شغلي، بحب أسمع روك أند رول أكتر، في بوباتي كمان. أنت شو عم تقول؟ انسى. برأيي إشارة معناها كبير، يعني يلبسوا نفس موديل المحبس، يساعدوا بعضهم سوا على الحلوة والمرة، شغلات حلوة. عندك حق بهالخصوص عثمان، أكيد معه حق. إيه عندك حق. إيه إمتى العرس؟ استغفر الله. وبعدين نحن أكلنا كتير أكلنا وانتفخنا والله العظيم. شو رأيكم هلأ هيك نطلع كلنا سوا ونعملنا هيك فتلة؟ شو رأيكم؟ إيه حتى كمان برأيي ننزل على البحر، ليش لا؟ لأنه الأجواء حمية زيادة وصار في دبق. شرفوا لكان يلا معناتها.
ايه ونحن على القهوة. خلصت مرت عمي شبك. ليش عم تتدخلي فيكم حبايبي؟ كيف بتتضايقوا مني؟ طيب بعد المغامرة اللي صارت معكم امبارح، يا ترى أنا ممكن غامر وإركب معكم؟ الموضوع مانو بهالسهولة. لو أي أفندي، أنا فهمت تخوفك، بس أنا عم قول أنه نطلع شوي باليخت ونريح أعصابنا، ولحتى تطمن أنا أخذت بعض الاحتياطات مشان ما نوع بنفس القصة مرة تانية. شو هالاحتياطات؟ هذا المفتاح مثلاً أنا ركبت له فواشة لحتى ما يختص بالمي ويغرق، فهمتوا علي؟ ها ما بيغرق يعني؟ حياتي أنت مع هيك لا تحملي أبداً، هاتي من إيدك، رجعي لي يا تحسباً. شو عملت كمان؟ تليفوني برافو هون، وعندي شاحن موبايل، وهذا كمان هون، وأكيد في شغلات ضايفتيها حضرتك وجايبتيها بالشنطة. وأنا كمان ما أجيت فاضية، طبعاً عندي مي حلو، معقمات ونقريش حلو، بس أكيد سادة وقداحة كمان لأنه ممكن تلزم. منطقي. والأهم هو السكين. هاي ضايفتيها جديد على المجموعة، بلكي طلعت لنا عنزة قوية مثل فتونة. هالبنت فتحة مثل ما لكم شايفين، تحضيراتنا كاملة تمام، لهيك يا جماعة ما في داعي للخوف. أي شيء ممكن يخطر على بالكم صار معنا، كل شيء ممكن يصير صار، لدرجة أنه نحن قطعنا حدود البلاوي والمصايب كلها، لهيك لا تاكلوا هم، ما هيك أسيل؟ أنا معه بهالحكي، لا تعذبوا حالكم وتفكروا بشي، لأنه كل شيء صار معنا أنا ومراد. أسيل عمار،